25 دليلا على أن اليابان تعيش في العام 3018. تعتبر اليابان من أغرب دول العالم ليس بفضل ما تملكه من تكنولوجيا متقدمة أو بسبب عاداتها وتقاليدها، بل بسبب أنماط الحياة هناك. ولهذا يقال أن العيش في اليابان يشبه العيش في المستقبل بعد 100 عام من الآن. ولهذا سأقدم لكم الآن 25 مثالا لكي أثبت للجميع أن اليابان تعيش في العام 3018. في المرتبة 25، تفتح وتغلق أبواب سيارات الأجرة باليابان من تلقاء نفسها. في المرتبة 24، يوجد العديد من المطاعم الآلية، فقد تدفع أموالك إلى الماكينات ثم يصلك طبقك. في المرتبة 23، الشعب الياباني أمين للغاية، لدرجة أن المواطنين بإمكانهم النوم في المواصلات العامة دون أن يتعرضوا لأي سرقة إلى أن تصل إلى وجهتك المرادة. في المرتبة 22، هناك احترام كبير تجاه قاعدة الالتزام بالصمت، ولهذا لا يسمح للناس بالحديث بهواتفهم أثناء تواجدهم بالأماكن العامة. فإذا أردت أن تجري أو تستقبل مكالمة فعليك الوقوف على أحد الطرقات الجانبية لكي لا تزعج أحدا. في المرتبة 21، النظافة والنظام وتحمل المسؤولية من أهم العادات لدى الشعب الياباني، ولهذا يتولى الأطفال تنظيف مدارسهم بدءا من الغرف الدراسية حتى الحمامات لكي يعتنوا بها جيدا ولا يوسخوها مجددا. في المرتبة 20، توجد روبوتات خاصة للأطفال بمثابة حيوانات أليفة، والتي لا يستخدمونها للعب فقط بل للتعلم أيضا. في المرتبة 19، لا يسمح بالتدخين في الأماكن العامة، لكن يوجد أماكن مخصصة بالشوارع خاصة بالمدخنين. في المرتبة 18، بإمكان المرأة ارتداء ما تشاء في الشارع وأن تسير بالشوارع بكل هدوء في أي ساعة من الليل، ولن يقلل أحد أبدا من احترامها، وأيضا بإمكان الجميع ارتداء ما يشاءون دون أن يضايقهم أحد. في المرتبة 17، يرفض العمال الحصول على بقشيش، وذلك بسبب اعتقادهم بأن عليهم أن يقوموا بعملهم على أكمل وجه وأن مرتبهم يكفيهم وأكثر، ولهذا فإذا قمت بإعطائهم بقشيش فإنهم سيشعرون بالمضايقة. في المرتبة 16، توجد أماكن خاصة بالشوارع العامة لكي تضع بها مظلتك بمفتاح خاص، وذلك لكي لا يضطر المواطنون إلى حملها معهم والسير بها طيلة الوقت. في المرتبة 15، توجد باليابان وشوم لا يمكن رؤيتها سوى في الليل فقط. في المرتبة 14، تمتلك اليابان شبكة من القطارات السريعة، وأحد أشهر خطوط القطار بها هو خط شينكانسي، والتي تتميز قطاره بسرعة فائقة حيث تبلغ سرعتها أكثر من 300 كيلومتر بالساعة. والغريب أن تلك القطارات موجودة منذ عام 1964 ولم تتعرض منذ ذاك اليوم إلى أي حادث واحد. في المرتبة 13، سمعنا جميعا أنه يوجد باليابان بطيخ مربع الشكل، لكن هل تعلم أيضا أنها توجد فواكه على شخصيات كرتونية مثل تلك ثمرة الكانتالوب التي تحتوي على صورة هيلو كيتي؟ في المرتبة 12، يتميز المواطنون بالمحافظات اليابانية بالأمانة، لدرجة أنه يوجد العديد من المتاجر ومحطات الوقود الخالية من الموظفين. فقط كل ما عليك فعله بعد أن تشتري ما تشاء هو أن تقوم بجمع حساب ما قمت بشرائه ثم تترك المال بالصندوق. في المرتبة 11، تتوفر باليابان فنادق تحتوي على غرف على شكل كبائن صغيرة، والتي توفر للعميل كل ما يحتاجه بهذا المكان الصغير مقابل سعر قليل للغاية للكابينة الواحدة. في المرتبة 10، يوجد باليابان العديد من الملاهي المائية المزودة بسقف متحرك، والتي يتواجد بها شواطئ صناعية برمال بيضاء ومياه صافية، ويساعد هذا السقف المتحرك على السماح للجميع بالاستمتاع بالمياه طيلة السنة. في المرتبة 9، تحتوي معظم المراحيض باليابان على حوض ملتصق بالمرحاض نفسه،
وذلك لغسل اليدين، وبهذا يصبح من الإمكان إعادة استخدام المياه التي تم استعمالها بهذا الحوض لتفريغها بالمرحاض بعد قضاء الحاجة. في المرتبة الثامنة بالحديث عن المراحيض، تعتبر المراحيض اليابانية من أغرب المراحيض في العالم، فهناك بعض منها يحتوي على مياه دافئة ونظام شفاط تلقائي، بالإضافة إلى إصدار موسيقى للاسترخاء، بل وأيضا تضيء في الليل لكي لا يرتكب أحد أي خطأ. في المرتبة السابعة يوجد في جميع أنحاء اليابان العديد من المراحيض العامة النظيفة، وكل مرحاض يحتوي على أوراق تواليت، بل ويحتوي أيضا على مراحيض صغيرة للأطفال، ولهذا عندما تدخل بصغيرك إلى المرحاض فلا تقلق عليه أبدا. في المرتبة السادسة دائما ما تحافظ الشركات اليابانية على مصداقيتها مع عملائها، ولهذا إذا اشتريت منتجا ما فستجده شبيها تماما بصورة المنتج الموجودة بالإعلانات، فصور الإعلانات هناك في اليابان شبيهة تماما بالواقع. في المرتبة الخامسة تخطط التكنولوجيا هناك جميع الحدود، لدرجة أنه يوجد العديد من الفنادق التي تعمل بها روبوتات فقط، ولهذا فإن هذا النوع من الفنادق سيتناسب معك إذا كنت من عشاق التكنولوجيا أو إذا كنت تكره التعامل مع الأشخاص الآخرين. في المرتبة الرابعة ستجد في اليابان العديد من ماكينات العرض، بدءا من المشروبات حتى ماكينات تبيع البيض، بالإضافة إلى العديد من الأشياء الأخرى مثل الخضروات وأقنعة تجميلية. في المرتبة الثالثة تحتوي العديد من علب المشروبات الغازية بالجانب العلوي على كتابات منقوشة على طريقة برايل باسم المشروب، وذلك لكي يكون بإمكان فاقدي البصر معرفة أي مشروب سيحتسون. في المرتبة الثانية تتميز مواقف السيارات باليابان بأنها متعددة الطوابق، وذلك لكي يوفروا المزيد من المساحات، فضلا عن وجود قانون هناك لا يسمح لأحد بشراء سيارة إن لم يكن لديه موقف سيارات خاص، ولهذا يوجد عدد قليل من مواقف السيارات بفضل كونها متعددة الطوابق. أما بالنسبة لوسائل المواصلات العامة فلا تقلق حيالها، حيث تتميز المواصلات العامة هناك بالسرعة والراحة. في المرتبة الأولى إذا كنت من هؤلاء الأشخاص الذين يعشقون تناول وجبات مختلفة بنفس الوجبة، أو تفضل تناول النكهات الغريبة، أو إذا تسألت من قبل عما سيحدث إذا قمت بخلط وجبتين مختلفتين معا مثل الشيكولاتة والسمك، فإن اليابان إذن هي البلد الأمثل لك، لأنك ستجد العديد من المنتجات العالمية بنكهات مختلفة تماما والتي لم تجدها بأي مكان آخر بالعالم سوى في اليابان. والآن أصبحت تعرف 25 دليلاً على أن اليابان تعيش في العام 3018، لكن في الواقع هذا ليس كل شيء، فاليابان مليئة بكل ما يذهل العقول. أراكم قريباً، إلى اللقاء. إذا استمتعت في مشاهدة الحلقة لا تنسى الإعجاب والاشتراك في قناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قنوات هل تعلم؟